السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أكون معكم مجددا بتوبيك جديد. الحقيقة أنا كنت عرضت 3 مواضيع للتصويت، ومن خلال الرسائل اللي تلقيت تقريبا كان في نوع من التساوي بين التوبيكس بشكل عام. كان حتى البعض طرح موضوع قطع اللثة، فإن شاء الله راح أحاول أنه أغطي التوبيكس اللي ذكرتها، سواء الاندايركت فينير أو الميديكال كومبرايس بيشنت أو الكومبليت دينشرز، ضمن سلسلة يعني إن شاء الله رح أكمل فيها بالبروستودونتكس بشكل عام، وأخيرا رح كمان أتكلم على قطع اللثة. طبعا رح أحاول أتنقل بين هاي التوبكس أسبوعيا، ما نضل مستمرين بموضوع واحد بحيث يكون في فائدة للجميع، وبحيث كمان ما يكون في ملل بالتركيز على موضوع واحد لفترة طويلة. محاضرة اليوم رح تكون الجزء الأول ضمن محاضرات بستهدف من خلالها تقوية الجانب الطبي لأطباء الأسنان. الحقيقة لازم نعترف أنه الجانب الطبي لكثير من أطباء الأسنان بيكون دائما نقطة ضعف، بسبب أنه طبيب الأسنان بيركز على الجوانب العملية، بيركز على الجوانب اللي بتخصه أكثر خلال العمل المباشر، سواء على مستوى عمل الحشوات أو المعالجات المختلفة أو حتى التعويضات المختلفة. لكن في نفس الوقت يجب الاعتراف على أنه الجانب الطبي مهم جداً للتعامل بشكل صحيح مع المرضى في العيادة، لكسب ثقة تمكننا من التعامل مع مختلف أنواع الأمراض والإسعافات. التعامل بشكل صحيح مع المرضى اللي بتناولوا أدوية أو اللي عندهم اعتبارات صحية معينة. فكل هاي النقاط الحقيقة ضروري جدا أنه نغطيها. إن شاء الله رح أسعى من خلال سلسلة طويلة أني أغطيها، وإن شاء الله أنه يكون في فائدة للجميع. فيما يخص سلسلة Medical Patient in دنتال كلينيك، معظم ما أذكر المعلومات هو حقيقة أتلقفه من كتابي تدبير الأمراض العامة في عيادة الفم والأسنان. الكتاب كنت أصدرته بال2017، والحقيقة كان خلاصة ل200 تقريبا مرجع، وكثير من الآراء الطبية من الأطباء بشكل مباشر. الحمد لله تلقيت انطباعات جيدة عنه، فمعظم المعلومات راح أستقيها منه. اللي بحب يقتني الكتاب ممكن من خلال هاي القناة انه نمنح خصم 40% على الكتاب. اللي بيحب ممكن يرسلني بشكل مباشر ونوصله الكتاب مع خصم 40%. طبعا الكتاب موجود على موقع نيل وفولات، ممكن شراءه اونلاين، وايضا موجود في مكتبة دمشق، وموجود في تركيا، وموجود في معارض الكتاب في مختلف الدول العربية. بدي اشير لوسائل التواصل الاجتماعي، ممكن نوصل لها من خلال روابط او من خلال الباركود لاي تواصل. ممكن ايضا ترك تعليق في التعليقات ايضا طرح اي اسئله. بتمنى بحال عم تستفيدوا من المحتوى اللي عم قدمه انه ما تبخلوا عليه باللايك، بالاشتراك، وبمشاركه المحاضره على اكبر نطاق لتعم الفائده. خلونا نبدا. محاضره اليوم هي اذا الجزء الاول ضمن سلسله تتعلق بتقويه الجانب الطبي عن طبيب الاسنان، وحتكون إن شاء الله عن الفحص الطبي، تاريخ المرضي، الفحص العام اللي بيتعلق بمريض العيادة السنية. بداية الأمر، عملية الفحص ما في شك أنها تبدأ من خلال معرفة اسم المريض وعمره، جنسه والعنوان والتفاصيل هاي اللي إلها علاقة، وبتعطينا فكرة حتى أحيانا عن بعض الأمراض اللي بتنتشر بجنس أكثر من آخر أو بعمر أكثر من آخر، أو تتعلق حتى بعمل المريض بمهنته. فمهم جدا نعرف هاي التفاصيل. طبعا لازم نعرف الشكوى الرئيسية للمريض اللي هي الحقيقة راجع العيادة من أجلها. بعد هيك لازم ننتقل للميديكال هيستوري، والميديكال هيستوري بيتضمن تاريخ الطبي للمريض سواء الماضي أو الحاضر. الحقيقة لازم نسأل المريض عن مجموعة من الأمراض اللي ممكن تكون لها علاقة بالمعالجة السنية، سواء من ناحية خطورة إجراءها وتعارض إجراءها مع المعالجة السنية، أو اتخاذ تدابير معينة تؤدي لأنه نحن نحصل على أفضل نتائج بأقل أضرار أو بأقل مخاطر. ورقة التاريخ الطبي المرضي اللي لازم تكون موجودة بكل عيادة ويملأها المريض لازم تتضمن النقاط التالية. أول شيء لازم تحري وجود مرض قلبي. الأمراض القلبية ما بتتساوى بالتعامل معها، يعني من النقاط اللي رح نحكي كمان فيه إن شاء الله تقدم السلسلة، هو أنه ضروري طبيب الأسنان ما يتعامل مع المريض القلبي على أنه مريض قلبي هو بس. يعني هناك أمراض قلبية ممكن التعامل، ممكن إجراء معالجات عادي معها. هناك بعض الأمراض القلبية اللي ممكن إجراء معالجات ببعض التدابير. هناك أمراض قلبية تعتبر عامل خطورة كبير أنك تشتغل في العيادة أي معالجة، حتى أحيانا معالجات بسيطة.
بطء القلبيه تتضمن طائفه كبيره مثل الخناق الصدري، الانجينا الستيبل او الانستيبل انجينا، الكاردياك انفاركشن، اضطرابات النظم، الارتفاع ضغط شرياني، القصور القلبي. كل هاي الاشياء اللي بتنتهي الامراض القلبيه التعامل معها مختلف، رح نحكي عنه ان شاء الله في محاضره خاصه تتعلق بالامراض القلبيه. انا بس هلا يعني بحاول من خلال المحاضره انه نعمل مقدمه للسلسله. ايضا يجب في القائمه انه تحوي تحري عن وجود امراض نزفيه لدى المريض، سواء وراثيه مثل الهيموفيليا مثل الفون ويلبراند او مكتسبه. ايضا تحري انه المريض بيتناول اي مميعات للدم ممكن تؤدي الى نزيف، والتعرف على المميعات المختلفه وكيفيه التعامل معها. ايضا معرفه هل لدى المريض اي مشاكل نزفيه سابقه حاليه، وجود فقر دم، وجود ابيضاض دم. مهم جدا ايضا السؤال عن تواجد امراض هضميه قد تؤثر على اختيارنا للدواء وكتابته. ايضا مهم يكون موجود تحري للاصابه باي مرض كبدي، سواء لحمايه المريض، سياق كتابه الادويه له، او لحتى الحلول دون ازيته من خلال ما نستخدمه من مخدر او ادويه، او ايضا لمنع العدوى في الكادر الطبي بشكل عام، سواء الالتهاب الكبدي البي او سي او دي. ايضا لازم نسال او لازم تتوفر في الورقه اسئله او سؤال يتعلق بوجود اي امراض تنفسيه مثل الربو، اي ادويه بتناولها المريض من المرض التنفسي. معرفه يعني من خلال الادويه ممكن نعرف احيانا نوع المرض اذا المريض ما بيعرف بالضبط شو نوع المرض اللي مصاب فيه، التهاب قصبات ولا عنده انسداد رئوي مزمن او حتى توبركولوسيس. ايضا ينبغي سؤال المريض في هاي الورقه عن وجود اي امراض متعلقة بالمسالك البوليه، هل عنده قصور كلوي، هل بيتعرض لعمليات غسيل كلى، الايام اللي في حال عم يعمل غسيل كلى اللي بيغسل فيها، هل هناك اي مشاكل انتانيه او نزفيه. ايضا مهم انه يكون في الورق سؤال حول مرض السكر، هل هو تحت السيطره، كيف يتم علاجه، هل هو معتمد على الانسولين، غير معتمد على الانسولين. كمان مهم انه يكون في تحري لوجود اي امراض بالغدد الصم مثل مثلا كسل غدد الرقيه او فرط نشاطه. مهم ايضا انه يكون في الورقه ذكر وجود اي امراض نفسيه، اي ادويه نفسيه بتعامل مع المرضى، لانه الادويه النفسيه لها محاذير مع المخدر في بعض الاحيان. وايضا لازم نحذر من التداخلات الدوائيه غير المرغوبه احيانا في حال اردنا كتابه بعض الادويه. ايضا الامراض السلوكيه احيانا تفسر سلوك المريض، تخلينا نعرف نتعامل بشكل سليم احيانا حتى مع شكاوي المريض وتوقعاته. ايضا ورقه الاستجواب السريريه يجب ان تحوي تحري عن اصابات تتعلق بمرض الايدز، باي امراض منتقله بالجنس، باي شكاوي تتعلق بامراض منتقله بالجنس. كمان لازم يكون في ورقه الاستجواب السريري سؤال عن حصول تحسس لدى المريض من أدوية سابقة أو من مواد سابقة مثلا في العيادة أو في غيرها. ينبغي أيضا وجود أسئلة أو تحري عن وجود أمراض عظمية مثل التهاب المفاصل، مثل سواء روماتايد أرثرايتس أو التهاب المفاصل العظمي. أيضا لو كان مثلا المريض مركب مفاصل صناعية، ضروري جدا نعرف هاي الأمور لحتى نعرف كيفية التعامل معه. يجب أيضا أن تحوي ورقة الاستجواب السريري تحري عن وجود أورام أو سرطانات أو معالجة شعاعية أو معالجة كيميائية. كل هاي التفاصيل المرضية اللي لازم تتواجد بالاستجواب السريري إن شاء الله رح نحكي عن التعامل معها من خلال السلسلة هاي اللي بدأناها اليوم. تد معنا يعني فترة طويلة، لكن إن شاء الله رح يكون فيها فائدة لا الطبيب ولا المريض. ايضا ورقه الاستجواب السريري يجب ان تتحرى عن وجود حمل او رضاعه بالنسبه للنساء. وايضا اخيرا تتحرى عن وجود اي امراض جلديه ذات علاقه باي تظاهرات فمويه. بعد ما اخذنا التاريخ المرضي الطبي للمريض، هون بيبدا مرحله تقييم المخاطر. يعني طبيب الاسنان لازم يحدد من خلال ما جمع معلومات المريض اللي عنده ما مدى المخاطر اللي ممكن يتحملها المعالجة السنية له، وشو طبيعة الإجراءات، وشو طبيعة التوقعات لأي تدابير إسعافية قد يحتاجها في العيادة. بدنا نحكي بالنسبة لتقييم المخاطر أنه يعني هناك أربع أمور بتحدد لي من خلال هذا المعلومات اللي جمعناها مدى الخطورة اللي بيتعرض للمريض. رقم واحد هي طبيعة وشدة المرض يلي أو الأمراض يلي نحن
حصلنا على إيجابيتها من خلال ورقة الاستجواب السريري. رقم 2، قدرة المريض. نحن هذا شيء بنقدر نعرفه أيضا من خلال الملاحظة السريرية. ممكن نكشف من خلال قدرة المريض الوظيفي على أنه المريض متعب منهك أم هو إلى حد ما طبيعي. الأمر الثالث هو الحالة العاطفية للمريض أو النفسية، وهي الحقيقة أمر كتير مهم، قد يفاقم وقد يقلل من خطورة أحيانا المرض اللي بيحمله المريض وإجراء معالجات سنية له. بدنا نميز كتير هون، مهم حدس الطبيب بأنه يميز المريض القلق من المريض اللي عم يتصنع عدم القلق من المريض اللي فعلا هو غير قلق. يعني هي كمان تعتبر حلقة ضمن المربع لتقييم المخاطر، حلقة مهمة. المريض القلق قد يؤدي لزيادة لتوقع المخاطر اللي ممكن تحملها المعالجة لمريض عنده مشاكل صحية والعكس بالعكس. الحلقة الرابعة ضمن هذا المربع هو طبيعة الإجراء السني اللي نحن راح نعمله. هل هو إجراء سني بسيط؟ هل هو إجراء سني متوسط؟ هل هو إجراء سني معقد؟ الحلقات الأربعة هدول لازم نحطهم في بالنا وندمجهم لنحصل على تقييم حقيقي للمخاطر يلي راح تحملها معالجة المريض اللي أمامنا. ممكن أيضا استخدام التصنيف أو تقييم المخاطر من الجمعية الأمريكية اللي بيعتمد على تصنيفها إلى 6 مجموعات تدرج من حسب الصحة العامة للمريض، حسب نشاطه وقدرته على أداء وظائفه يوميا، حسب قدرته على تحمل الجراحة أو إجراءات التخدير. وهو ممكن يفيد الحقيقة بتقييم المريض من نظرة واحدة. دائما المجموعات الثلاثة الأولى ممكن تعمل مع بالعيادة، المجموعات الثلاثة الثانية تطلب تدابير وقد تحتاج إجراءات في المشفى في بعض الأحيان. بعد عملية الاستجواب السريري، بعد ما أخذنا معلومات الأساسية للمريض والشكوى الرئيسية والاستجواب السريري، التاريخ المرضي أو السيرة الطبية المرضية، الخطوة اللاحقة هي عملية الفيزيكال إكزامينيشن. والفيزيكال إكزامينيشن بيتضمن 3 مراحل أو 3 خطوات. الخطوة الأولى هي المظهر العام، وهذا بيعتمد على ملاحظة الطبيب بشكل أساسي. والخطوة الثانية هي قياس العلامات الحيوية، رح أرجع أشير عليها وأكد عليها. والمرحلة الثالثة هي فحص الرأس والعنق. فمحاضرة اليوم إن شاء الله رح أتكلم على الخطوة الأولى من خطوات الفحص الفيزيائي اللي هي المظهر العام، فحص المظهر العام. ونترك العلامات الحيوية والتقييم المخاطر النهائي بعد ما جمعنا كل هاي التفاصيل الطبية قبل بدء المعالجة السنية للمحاضرة القادمة. فيما يخص المظهر العام للمريض، الخطوة الأولى ضمن خطوات الفحص الفيزيائي، مهم جدا الحقيقة نحن أنه ننظر بشكل دقيق لمجموعة من الأعضاء ظاهرة للطبيب واللي ممكن الحقيقة أحيانا يحيلنا بمظهر مرضي. يشمل ذلك ملاحظة الجلد والأظافر، العيون، الوجه، الأنف، الأذن والعنق. فعلى سبيل المثال، مثلا مظهر المزرق لجلد المريض ممكن يوحي بقصور قلبي أو رئوي. ممكن أيضا نحن نتوقع مرض كبدي في حال مثلا لقينا جلد مصفر أو اصفرار، على علامات اصفرار على المريض. ممكن وجود بعض التبقعات حول المخاطر الفموية تعطينا فكرة عن وجود مشكلة في الغدد الكظرية. ممكن ملاحظة وجود مثلا بيتيكيا أو فرفريات على جلد المريض توحينا بوجود إصابات نزفية عند المريض أو أمراض نزفية كاملة. أيضا بالنسبة للأظافر، الحقيقة هناك مجموعة من العوامل من المظاهر اللي قد تقودني إلى التعرف على المظاهر المرضية. مثلا كلابينج نيلز ممكن نشوفها بحالات القصور القلبي الرئوي، الأظافر البيضاء ممكن نشوفها مع حالات تشمع الكبد. الأظافر مثلا الصفراء قد تحمل مخاطر وجود أورام خبيثة لدى المريض. بالنسبة للوجه مثلا، قد يشير الوجه الطافح المدور المونفيس قد يشير لتواجد داء كوشينج لمريض عم يتعاطى كورتيزون أو موضوع على الكورتيزون بجراحات عالية. قد يدل وجود وجه مع متوذم على وجود اضطرابات هرمونية. قد يكون هناك انحراف يقود في الوجه يقودنا إلى تشخيص شلل بيلسي. أيضا بالنسبة للعينين أو ملاحظة العيون قد تقودنا للشك في اضطرابات أخرى
مثلا يترافق جحود العينين مع فرط نشاط الدرق، مع الهايبر تايرويد، وجود الأورام الصفراء، الكتلة الصفراء على الجفنين قد تدل على وجود فرط في كوليسترول الدم. أيضا اصفرار صلبة العين قد يشير إلى التهاب كبدي. أيضا يجب ملاحظة الأذنين ووجود أي علامات مرضية، على سبيل المثال تجعد شحمة الأذن مثلا هو أكثر شيوعا لدى مرضى التصلب الشرايين، وبالتالي يعني هذا قد يقودنا إلى الشك. أيضا يجب مشاهدة العنق، ملاحظة أي انتفاخات، أي عدم تناظر، ممكن حتى نشوف الغدد الدرقية إذا كانت متضخمة، ممكن نشوف إذا في أي ضخامات في العقد الأنفية. كل هذا قد يعني يعكس وجود التهاب، وقد يعكس وجود تنشؤ ورمي. فهذه الأمور مهم جدا ملاحظتها بالعين، ومن ثم التحري بشكل أكبر من خلال استجواب المريض. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نتابع ما بدأنا في المحاضرة القادمة، لنحكي عن علامات الحيوية ونحكي عن تقييم المخاطر النهائي بعد ما عملنا تقييم مخاطر أولي مثل ما شفنا بعد الفحص أو السيرة الطبية المرضية. بعد ما نعمل الفحص الفيزيائي بنعمل تقييم المخاطر النهائي، هذا رح أحكي عنه إن شاء الله في المحاضرة القادمة. رح أحاول أنتقل من توبيك لآخر مشان ما يكون في ملل ضمن مجموعة من التوبيكس كنت طرحتها، وفي توبيكس أخرى كمان وصلتني على الخاص تثير اهتمام الزملاء. بتمنى إن شاء الله يعني نكون عم نقدم الفائدة، نتابع إن شاء الله هاي السلسلة. أتمنى في حال فادكم المحتوى المقدم وأعجبكم إنه ما تبخلوا علي باللايك، بالشير، بالكومنت، بالسبسكرايب، هذا الشيء بيشجعنا وأيضا بينشر الفائدة. نلتقي إن شاء الله في الأسبوع بعد القادم. الأسبوع القادم ما رح أكون يعني موجود على اليوتيوب بسبب عيد الفطر السعيد. كل عام وأنتم بخير، عاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.